بنرحب الاول بالدكتور سامي. حضرتك اتحدثت امبارح عن حته الجايد لاينز، ريليت الجايد لاينز بحته التحول من الانالوج للديجيتال. انت شايف الخطوه دي هتكون قد ايه مفيده للدول العربيه او للدول الناميه؟ والله هذه خطوه مهمه جدا لكل دول العالم ولا سيما الدول الناميه، يعني في بعض المناطق في الدول الصناعيه خطوا هذه الخطوه. هذه طبعا تحتاج الى تغييرات كثيره في موضوع البث الإذاعي والتلفزيوني طبعا، وموضوع البث التلفزيوني والراديو أيضا الرقمي الآن هو المستقبل، فكل ما تأخرنا في هذا الاتجاه كل ما تعطلت الفائدة المرجوة من هذه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد. فهذه خطوة مهمة جدا. نحن في الاتحاد الدولي وضعنا ما نسميه ب guidelines اللي هي تسترشد فيها الدول ونشارك الدول التي تحتاج إلى هذه المساعدات تستفيد من تجارب الدول الأخرى. ولدينا كتاب صدر في هذا المجال بعثته إلى كل وزراء المعنيين في هذا الموضوع، سواء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو في الجانب الإذاعي. أتمنى التوفيق إن شاء الله. حضرتك علمت ان قطر اطلقت مؤخرا او تقوم باطلاق قمر صناعي، شايف ان قطر ممكن تساعد في حته التحول؟ اكيد طبعا، اكيد. يعني انا طبعا اول شيء ابارك لقطر هذه الخطوه المهمه، يعني التقدم في هذا المجال ضروري جدا، والسوق واعد في هذا المجال. وان كانت طبعا الخدمات الارضيه الان منتشره، ولكن هنالك مناطق كثيره في العالم ما زالت تحتاج إلى تغطية ويوجد طلب على هذا. وهذه خطوة أيضا قطر من خطوات الاستثمارية الهامة اللي دائما تخطو فيها قطر، ونبارك لحكومة وشعب قطر هذه الخطوات الجبارة. في التقرير اللي حضرتكم أصدرتوه من ثلاثة أيام، وقال إن معظم المحتوى الموجود على الإنترنت مستخدم باللغة الإنجليزية، في حين إن 25% من سكان العالم فقط هم اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية. صحيح. شايف إيه الخطوة اللي ممكن تاخدها الدول العربية لزيادة المحتوى على الإنترنت؟ الحقيقة أنا دائما أقول أن زيادة المحتوى باللغة العربية سيزيد عندما يزداد انتشار خدمات الإنترنت، يعني عندما يكون هنالك انتشار واسع لهذه الخدمات من قبل المواطنين، هم الذين يقومون بوضع هذا الكونتنت أو هذا المحتوى. يعني هي عملية البيضة والدجاجة مثل ما يقولون. إذا ما كان هنالك كونكشن فالمحتوى لن يكون كثيرا. فكل ما زاد عدد المواطنين العرب الذين يستعملون هذه الوسيلة الجبارة في الحقيقة الانترنت، كلما زاد المحتوى العربي. طبعا في قطر بدول الخليج النسبة ممتازة جدا، ولكن يجب أن لا ننسى أن الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية ما زال نسبة الانتشار متدنية. بالإضافة إلى هذا، نحن في الاتحاد الدولي والدول العربية أيضا خطوت خطوات جبارة الآن بوضع التوب ليفل دومين نيم باللغه العربيه، وعلمنا ان مصر والسعوديه ايضا استفادوا من هذا. بالاضافه لهذا، انا لدي مشروع الان اعمل من خلال مجلس وزراء الاتصالات العرب في الجامعه العربيه لمساعده الدول العربيه بوضع توب ليفل دومين نيم دات ارب ولا دات عربي، كما هو الحال بالنسبه للاتحاد الاوروبي والمجموعات الاقليميه الاخرى، وهذا سيكون انجاز كبير للمنطقه ان شاء الله خلال الاشهر القادمه. سؤال اخير واحد بس، هل تعتقد ان الفجوه في الديجيتال ديفايد بترجع للديجيتال الفجوه عندنا في حته الماليات نتيجه الفقر اللي موجود في معظم الدول او الافريقيه، نتيجه هذا الفقر هو اللي سبب عدم وجود محتوى؟ والله هو في الحقيقه الفقر اكيد طبعا، هذه المشكلة عدم وجود الموارد مشكلة كبيرة، ولكن أيضا الأنظمة اللي توجد في الدول المعنية. لاحظنا أنه بعض الدول اللي حررت قطاع اتصالاتها وحدثت أنظمتها الداخلية لجلب الاستثمار من الخارج خطت خطوات كبيرة، وإن كانت دول فقيرة يعني في أفريقيا في آسيا في معظم. ولاحظنا نحن طبعا وساعد انتشار خدمات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية في العشر سنوات القادمة كان جبار وجبار جدا. معظم دول الخليج الآن بالنسبة لخدمات الموبايل تتعدى 150%، بمعنى أنه بعض المشتركين يستعمل أكثر من خط،
وطبعا على رأس دول العالم هي الإمارات وقطر على سبيل المثال والدول الخليجية الأخرى، ولكن ما زال لدينا الكثير اللي نعمله بالنسبة لدول العربية ذات الكثافة السكانية ذات الدخل المتوسط. مشكور سيد، شكرا لك، إن شاء الله.